ولا يجوز تحريف أسماء الله. قد إيه اليوم من الناس للأسف صار الكبار والصغار الرجال والنساء يحرفون في أسماء الله، بدل ما يقول الله والله عبد الله صار يقول الله والله وعبد الله، هذا تحريف. بعض الناس عزعمهم بيقعدوا بدهم يذكروا، لا يقول الله 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 الله، لا يذكرون بهذه الطريقة الصحيحة. كيف يذكرون؟ بزعمهم يذكرون، يقول الله 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 الله، هذا تحريف. بكل واحدة عليه وزر، بكل واحدة عليه معصية. ليش؟ لأنه حرف. اسمع انتبه معي، قال الخليل ابن أحمد الفراهيدي، هذا من علماء العرود والقوافي والنحو، من كبار العلماء. هذا الخليل ابن أحمد الفراهيدي يقول لا يجوز حذف الألف من لفظ الجلالة التي قبل الهاء. قبل الهاء ما بنقول الله، عم بيقول هذه الألف التي قبل الهاء لا يجوز حذفها. كيف بتصير يعني؟ يقولون الله، هون طلع الهاء بس المد هيدا شو صار فيه؟ راح. شو صار اللفظ؟ الله. لا، هذا حرام. لو طلعت الهاء وهذا المد روحت الألف هذه صار تحريفا. طيب لو قلت الله بدون الهاء كمان، هذا أيضا حرام، لا يجوز وهو تحريف. تعرفون في اللغة العربية ماذا قال أهل اللغة كما في شرح القاموس؟ ألا الفرس أي أسرع. ألا في اللغة مش معناته الله، معناه ألا الفرس أي أسرع الفرس، ويطلق على الصراخ، يطلق ألا في اللغة على الصراخ. انتبه، مش الله، ألا يعني ألا بألف ولام مشددة. هيدي منها لفظ الجلالة. بعض الناس بيقولوا والله عبد الله، هذا تحريف. ألا الفرس أي أسرع ويطلق على الصراخ في اللغة العربية، فما بيقول عبد الله والله وحياة الله، هذا تحريف. يقول والله وحياة الله عبد الله، هذا اللفظ الصحيح. كثير من الناس اليوم للأسف حتى بعض أدعياء المشيخة يقولون عبد الله والله والله، الله قال على المنابر، بعض الناس بيقول الله قال بالتلفزيون، يقول الله قال، هذا تحريف يا إخواننا، هذا منه ذكر، منه لفظ صحيح. بعض الناس بينتقدوا علينا، بعض الناس بيعترضوا علينا انه شو لاحقيننا على اللفظ. اما العبادات بدك تأديها مثل ما هي. واسمع هالآية، قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. اذا بدك تقرأ انت الفاتحة شو بتقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما بيمشي الحال. شو بتقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما بيمشي الحال. اذا بدك تكبر للصلاة بتقول الله اكبر. ما بيمشي الحال، لا يصح. فبعض الناس ينتقدون بدل ان يتعلموا، بدل ان يقولوا نحن جهال علمونا، لا، صار الجاهل بده ينتقد على اهل العلم. وهذا من عجائب الزمن، هذا من عجائب الزمن. مرة اسمعوا هالحكاية، هيدي قصة الصاد والسين كمان، هذه بينتقدون عليها وبيقولوا عنا حساسين وعصافير. حساسين وعصافير على زعم، يعني هذا من سخافة عقولهم أنه يقولوا عنا حساسين وعصافير. لكن الجاهل الذي لا يعرف قراءة الفاتحة ماذا ينتظر منه؟ يقول عنك حسون وعصفور أو أكثر كمان يمكن بيقول. اسمعوا هالقصة التي حكاها الإمام أبو سليمان الخطابي. تعرفوا مين أبو سليمان الخطابي؟ شيخ البيهقي. أبو سليمان الخطابي حكى هذه الحكاية، قال كان في رجل يدعي أنه يفهم باللغة والنحو ويقول لا فرق بين الصاد والسين، قال ما في فرق. مرة من المرات طرأت له حاجة، قام إجا عند الأمير قال له اكتب لي إلى الأمير في الناحية الفلانية ليقضي حاجتي. هذا اللي عم بيقول ما في فرق بين الصاد والسين، اجى عند الامير بده كتاب توصيه للامير فلان ليقضي له حاجته. قال له ان اكتب له،
قام شو عمل هذا الأمير؟ كتب من فلان إلى فلان، إذا جاءك فلان يحمل كتابي هذا فاعلم أنه من أخس أصحابي. قال له الله الله في أمري، أنا من أخس أصحابك؟ قال له أنت لا ترى فرقا بين الصاد والسين؟ قال له تراجعت، صارت رابطه بالنص هنا. قال له أنت ما بتشوف في فرق بين الصاد والسين؟ قال له تراجعت، لأنه لو قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بدل الصالحين تغير المعنى. السالحين في اللغة المتغوطين، والصالحين جمع صالح، إذن أدي المعنى بيتغير. فما يقعدوا يتحزلقوا ويتفطأوا بالحكي ويحكوا علينا أنه بيلحقونا على الدقرة وعلى الكلمة وعلى الاسم وعلى الحرف. إذن إذا كان بالعبادات لم تذكر ولم تؤدي العبادات كما هي، كيف تكون هذه العبادة مقبولة منك؟ بعدين انتبهوا يا إخواننا، هول اللي بيتفطأوا معكم بهالمواضيع، قولوا له انتع جيب القرآن، افتح القرآن من باء بسم الله في الفاتحة إلى سين والناس آخر المصحف، كل موضع فيه لفظ الجلالة الله تجده من غيرها شو؟ إذن لماذا يلفظه من غيرها؟ قل له اكتبه بخطك في الورقة كما هو في المصحف. بيكتبوا بالهاء أم لا؟ ليش عند التلفظ بده يحرف؟ لماذا؟ إذن يا إخواننا لا يجوز أن يقال عن الله الله أو آه أو إهن، وبعض الناس يقولون عبد القادر، هذا تحريف. الله اسمه القادر مش القادر، يقولون عبد القادر بالهمزة بدل القاف، أو يقولون عبد الرزاق، هذا تحريف وهذا منتشر بكثرة بين الناس. إذن لابد من العلم أيها الأحبة.